سلطان السعيدي. شكرا للزميل عبد العزيز بن سالم العطوي. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم في صباح هذا اليوم لنتابع ونصف لكم سباقنا المحلي الثالث هنا في هذا الصباح لمنافسات سن الإذاع وشعارات أبناء القبائل، حيث انطلق بحفظ الله ورعاية شوطنا السابع من أشواطنا الصباحية. الشوط يحمل لنا منافسات الأبكار والمسافة هي 5 كيلومترات. تمنياتنا بالتوفيق لكل الشعارات والأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ونسير مباشرة إلى الصدارة لنتابع مقدمة هذا الشوط، ونتابع الصدارة مع شقرة لشافي بن محمد بن شافي آل شافي، من يقدم انطلاقة شقرة على الصدارة وعلى مقدمة الشوط. نقلتنا إلى المركز الثاني لنجد ونتابع أيضا انطلاقة مياسة لصقر بن فهد المريخي، من يقدم لنا مياسة على مستوى المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز هذه التماس الحاضرة بشعار عبد الرحمن بن محمد الجربوع المري، من يقدم التماس على المركز الثالث. وفي رابع المراكز يأتي الوصول والتقدم من ممدوحة لعلي بن محمد بن سيف الجفال النعيمي، يقدم لنا ممدوحة على مستوى المركز الرابع. أما في خامس المراكز يأتي الوصول من الشاهينية لسلطان بن ناصر الزبدان المري، يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة المتقدمة والمنطلقة في أول ندى وأول تحديات الصدارة. هنا تسير مع هذه المجموعة المميزة المنطلقة في تحديات وقمة هذا الشوط، ولكن نشاهد أيضا الأسماء القادمة في هذا التحدي الجميل وفي هذه الإثارة اللي نشاهدها على ميدان الشحانية، على ميدان التحدي في سباقنا المحلي الثالث. سابع الأشواط هو الذي يسير بالتحديات الجميلة مع هذه اللحظات. الله الله الله، سن الإذاع في صباح هذا اليوم، شعارات أبناء القبائل تحمل هذه الإثارة والمنافسة الحاضرة اللي شاهدها من خلال هذه الأشواط. نتابع الصدارة المقدمة التماس على مقدمة الشوط، غيرت الأمور وانتقلت نقلة جميلة إلى الصدارة. عبد الرحمن بن محمد الجربوع المري باحثا عن ناموس هذا الشوط من خلال انطلاقة التماس على مقدمة هذا المسار، بينما في المركز الثاني تواجد وانطلاق من شقرة على المركز الثاني لشافي بن محمد بن شافي آل شافي، من يقدم الانطلاق من شقرة على المركز الثاني. وثالث المراكز اللي بدأت تتسلل في هذه الأثناء مشاهدين الكرام، يأتي الوصول والتقدم الجميل من الشاهينية لناصر بن سعيد العوام المري. وصل العوام يقدم شعاره في هذه اللحظات من خلال انطلاقة شاهينية على المركز الثالث، وغيرت إلى ثاني المراكز. ناخذ المركز الرابع، وصول أيضا من غاية في أول ندى في منافسات هذا الشوط، محمد بن راشد الفهيد المري يقدم لنا شعاره على المركز الرابع. المركز الخامس اللي وصلت أيضا الدوحة، عامر بن محمد الجفال النعيمي يقدم الدوحة على المركز الخامس في هذه اللحظات. الله الله الله، تبادل المراكز بحثا عن الفوز والناموس والانتصار في هذا التحدي الصباحي لسباقنا المحلي الثالث هنا على أرضية ميدان الشحانية. الأسماء قادمة، الشعارات أيضا بدأت تقترب نحو الفايف ستار في تحدي هذا الصباح الجميل. ما شاء الله، نشوف ونتابع أيضا الأسماء القادمة والمنطلقة في هذا الشوط، ولكن الصدارة شعار العوامي بدأ يقدم انطلاقة شاهينية على المركز الأول على الصدارة. هنا تبحث عن ناموس هذا الشوط، تنطلق بالمركز الأول ناصر بن سعيد العوام المري، من يقدم الانطلاق على مسار وتحديات القمة، بينما في المركز الثاني هنا نتابع التماس، اسم تاريخي جميل متواجد على المركز الثاني، عبد الرحمن بن محمد الجربوع المري، من يقدم التماس على المركز الثاني. المركز الثالث وصول من غاية على ثالث المراكز، محمد بن راشد الفيد المري، ولكن تابع يا بن خزينة يا مخرجنا الوصول أيضا من الرعبية، حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي قادمة من ميدان الأبيض، تصل على المركز الرابع في هذه اللحظات شعار بو صقر، ولكن من الجانب اليمين. الله الله الله، شعار بو شارب بدأ أيضا يقترب يقترب يقترب
في هذا التحدي الجميل وعند نقطة في سباقنا المحلي الماضي. هذه المسك القادمة حمد بن محمد بن سعيد أبو شارب بدأ يقدم لنا تحديات المسك على المركز الثالث في هذه اللحظات، موقعها قادمة بشعارها الغرفاوي باحثة عن ناموس هذا الشوط، ولكن أيضا ارصد الاسم القادم وصلت شفا متعب بن راشد السلعان المري بدأ يقدم لنا شعاره، والوصول الآخر اللي نتابع مشاهدينا الكرام الله الله الشاهينية قادمة عبد الله بن علي القبعان المري وصل في هذه اللحظات لينضم معنا إلى كوكبة الصدارة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط 800 متر عن خط النهاية والشعار العوامي بطلا متوجا حتى هذه اللحظات مع هذا الانطلاق من الشاهينية. ناصر بن سعيد العوامي المري يأتي بالصدارة الأولى هنا في هذا الأداء الجميل، العصاف الأبطال دفع ذاتي أداء تلقائي الله 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 الله، ولكن شوف التحديات الجميلة أيضا اللي نتابعها من خلال الراعبية. حمد بشطيط بسالم لوهي بدأ يقدم الراعبية الخمسمائة متر الأخير، يبغى السلامات إلى السلطنة إلى ميدان الأبيض بالتحديد، ولكن المركز الثالث هنا أيضا المسك الخادمة بشعار أبو شارب، وتقدمت شفا متعب بن راشد السلعان الهاجمة في هذه اللحظات، والمنطلق الشاهينية عبد الله بن محمد القبعان المري، ولكن الصدارة طارت بالمقدمة الراعبية الراعبية الله 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 الله، انطلاق تحدي إثارة في سن الإذاع، سلام السلطنة سلام السلطنة على هذا الأداء وسلام الراعبية، سلام تهانينا والناموس لحمد بن شطيط من سالم الوهيبي وسلام إلى ميدان الأبيض الله الله الله، تهانينا والناموس عرض ولا أجمل في اللحظات الأخيرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثاني كان الوصول أيضا من الشاهينية عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري، والمركز الثالث كان الوصول من شفا لمتعب بن راشد السلعان المري، المركز الخامس او المركز الرابع كان الوصول من المسك لحمد بن محمد بن سعيد ابو شارب، المركز الخامس المركز الخامس من وصلت مشاهدين الكرام الشاهينية لناصر بن سعيد العوامي المري. هكذا متابعين الكرام شاهدنا هذا الشوط، ولكن الراعبية حضرت بحضور كبير في اللحظات الأخيرة مهدية بن السلطنة هذا الفوز والانتصار بشعار حمد بن شطيط بسالم الوهيبي، قاطع مسافة الخمسة كيلومترات بتوقيت مقدار 7 دقائق و47 ثانية 85 جزءا من الثانية. تهانينا لحمد بن شطيط بسالم الوهيبي فوز الراعبية وانتزعها ناموس هذا الشوط، أما المركز الثاني فكان من نصيب الشاهينية وتوقيتها الزمني 7 دقائق 49 ثانية 19 جزءا من الثانية. تهانينا لعبد الله بن علي بن محمد القبعان المري فوز الشاهينية بالمركز الثاني، وثالث المراكز كان من نصيب شفاء وتوقيتها الزمني 7 دقائق 50 ثانية 13 جزءا من الثانية. تهانينا لمتعب بن راشد السلعان المري على